ملعب محمد الدكروي ايضا احد مخرجي قناه الاهلي واللي بيخرج اللقاء من هناك والله بيعيدها اكثر من مره في لمحه بقى كويسه. الاستوديو معانا بقى البرجاوي ابو تريكه هيلعب ضربه الجزاء وضربه جزاء صحيحه بالاعاده مره كده واثنين شفنا ان هي الراجل جت فعلا مش في ايده ناحيه الكوره ايده الثانيه يعني فيها تعمد محمد ابو تريكه وعبد الجليل بيرجع لاعبي الفريقين خارج حدود منطقه جزاء الشباب تريكه والمهدي تريكه والمهدي تريكه والمهدي تريكه والجون ياي محمد ابو تريكه واول اهداف النادي الاهلي في الدقيقه 25 يسكت شكرا لله مش فرحه بالهدف اصح هي بحق التوبيس طبعا تعطوه طبقا ووقوفا معها اهو الجماهير الاهلاويه بيحطها يا سلام نجم يا ابني اخلاق سواء جوه الملعب او بره الملعب مفيش اختلاف مفيش تبديل ابو تريكه هو ابو تريكه ياي هدف اول النادي الاهلي والدقيقه 25 ومشهد لما حط الشارع على راسه يا ابني حركت قلوبنا حقيقي مع شعورك النبيل ومساندتك لاهالي الشهداء والضحايا جماهير النادي الاهلي العنصر الرئيسي في منظومه الاهلي.